بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان فلسفة القصص القرآنية، وسيكون في نقطتين. النقطة الأولى: ما الفارق بين القرآن والكتب السماوية؟ والنقطة الثانية تتحدث عن ما السبب في استعمال القرآن إلى أسلوب القصة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو الفارق بين الكتب السماوية وبين القرآن، نلحظها في جهات ثلاثة. الجهة الأولى جهة الشمولية، والثانية الجهة القانونية، والثالثة الجهة الإعجازية. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو الجهة الشمولية، حينما نطالع ما كتب عن الكتب السماوية سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور، نجد أن هذه الكتب لا تعالج قضية الإنسان من ألفها إلى يائها. يعني بعبارة صريحة، كل الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن غير قادرة على معالجة الإنسان في أبجديته كلها إلا القرآن الكريم. نجد أن القرآن هو الدستور السماوي الوحيد الذي عالج قضايا البشرية من جميع جوانبها، من كل الجوانب التي تخطر في باله: الجهة النفسية، الجهة الروحية، السلوكية، الفردية، الزوجية، الأخوية، الاجتماعية بشكل عام، السياسية، القضائية، الشرعية، العرفانية. من جميع ما يحتاجه الإنسان جاء القرآن بتنظيم هذه الحياة كلها، وقال لنا في آية مباركة كريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم يعطيك شمولية واتساع كدستور، لا يمكن أن يضيق علينا أمر إلا ونجد القرآن فيه سعة وشمولية لحوائجنا، من باب فيه تبيان لكل شيء، ومن باب أيضا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالقرآن شامل وجامع، هذا الجهة الشمولية. نرى الفارق بين القرآن وبين الكتب السماوية أنهم كتب خاصة تعالج جنب واحدة، أما القرآن يعالج جميع جوانب الإنسان. نأتي إلى الجنب الثانية وهي الجنب القانونية. لكن ماذا نقصد بالقانونية؟ هل هي القضاء والمحاكم؟ لا، نقصد بذلك قدرة القرآن على وضع قوانين قوانين قادرة على أن لا تخرق ولا تنتقد ولا تجاوز على الإطلاق. وفعلا استطاع القرآن أن يسن قوانين كونية وقوانين نفسية، قوانين اجتماعية، قوانين تربوية، لو استعملت إلى أي جيل وإلى أي زمن لوجدنا أنها صالحة للعمل إلى يوم القيامة. على سبيل المثال، لما وضع الله في القرآن الكريم نظام القيمومة في القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. انظر إلى هذا القانون، القانون القرآني لو طبق حتى عندنا إحنا
القرآن لو كنا نطبقه لما حصل خلاف قط بين الرجل والمرأة ولما حصل فراق وطلاق. ليش؟ لأن تعالى اقرأ هذا النظام قراءة صحيحة لتجد أن الله تبارك وتعالى ما أعطاك أيها الرجل قيموما بعنوان الدكتاتورية والتجبر والتسلط، وإنما مفهوم القيمومة يستشعر منه الرحمة واللطف والأنس. أنت حينما تكون قيم سل نفسك أيها الرجل لماذا جعلك الله قيما؟ لتكون رحيما ولتكون محافظا على حقوق المرأة وعلى مصلحتها، لا أن تمارس عليها ضغط التجبر والتكبر والدكتاتورية. هذا أمر لا يرضى به الله ولا يرضى به أهل البيت عليهم السلام، وهو خلاف الضوابط الإنسانية العقلائية. هذا واحد من القوانين. انظر إلى المجتمعات الأخرى حتى تعرف كتاب الله شلون قاعد ينظم حياة الأسرة. هناك لا يوجد زواج، فلا يوجد هناك حقوق، لا يوجد هناك مصالح إلى المرأة، وإنما المصلحة أكثرها للرجل، أو في بعض الأحيان بطريق احتيالي غير صحيح تستطيع المرأة أن تخلص نفسها وأن تصادر أموال الزوج بقضية واحدة ترفعها عليه في المحاكم. ما هو ضوابط؟ نحن قرآننا وضع لنا قيما وقوانين نستعملها حتى في محاكمنا. إذا جاءت قضية ترافع بين زوج وزوجة نظرنا في أحكام النفقة، في أحكام المسكن، في أحكام الملبس والمشرب، في أحكام الخلوة، في أحكام كثيرة، قوانين تنظم حياة المجتمع البشري. ولو التزمنا بكل ما لنا وما علينا لم يحدث هناك خلاف. هذا واحد من القوانين. تعال بعد إلى القوانين الوضعية التي وضعها الناس، وضعها الوالد، تتغير بتغير الزمن. الآن تعال إلى الأنظمة الجديدة، نظام ساهر. هذا مو معنى ذلك أنا أطرح من باب دعاية أو أؤيد هذا النظام، لا، مسألة أؤيد ولا أرفض، أعط، لأن أكو كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا رأي لمن لا يطاع. لكن أنا أريد أن أشير إلى أن هذا النظام بحد ذاته قابل للرفع وقابل للوضع، قابل للتوسعة وقابل للتغيير. ليش؟ لأنه نظام وضعي. ها؟ نظام التأمين مثلا أو مسألة الضمان أيضا هي قابلة، ليست هي أنظمة متصلة إلى يوم القيامة. هذا الفارق بين القرآن وبين غيره في مسألة سن القوانين. الجهة الثالثة وهي الجهة الإعجازية. الجهة الإعجازية موجودة في القرآن وليست موجودة في الكتب السماوية على أبعاد متعددة. سوف أتحدث عن الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز القصصي، ثلاث أنواع من الإعجاز. أما بالنسبة إلى الإعجاز اللغوي، تعال انظر إلى القرآن أين يحتل، أي مرتبة يحتلها في علم اللغة. كل اللغويين إذا أرادوا أن يتعرفوا على كلمة هناك طرق، إما يكون عندك مصدر أو يكون عندك استقراء. شنو هالكلمة عند العرب؟ أول مصدر يرجع إليه أهل اللغة هو من؟ القرآن، لأنه سيد اللغة وسيد اللغويين. ليش؟ لأن الله أنزل القرآن معجزة يتحدى بها العرب. تدري العرب الأول إيش كانوا؟ العرب الأول يسميهم المجتمعات الأخرى بملوك الكلام، بملوك البلاغة والفصاحة. إجا القرآن أعجزهم، إجا القرآن وتحداهم، نزل بلغتهم وقال ائتوني بسورة من مثله أو بآية على الأقل، فأصبح القرآن ملكا في البلاغة والفصاحة واللغة. لهذا اللغويون يرجعون إليه كمصدر أساس. هذا واحد. نأتي إلى الإعجاز الآخر وهو الإعجاز العلمي.
انظر إلى العلماء حينما اكتشفوا أن الإنسان إذا ارتفع عن سطح البحر قلت نسبة الأكسجين عنده، ومتى اكتشفوا أن هناك أماكن في هذا العالم ينعدم فيها الأكسجين؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي وعرفوا أن كل ما ارتفع الإنسان قلت نسبة الأكسجين فلا يستطيع أن يعيش، صحيح ولا؟ هذه حقيقة قرآنية تحدث عنها الله تبارك وتعالى قبل 1432 عام من قبل الهجرة، ويتحدث عن هذا الأمر. يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني اللي يصعد إلى السماء كل ما جاء ليرتفع يحس باختناق وضيق الصدر باعتبار شنو؟ قلة الأكسجين عنده. الحقيقة القرآنية إعجاز علمي، بعد 1000 سنة اكتشف العلماء الحقيقة القرآنية. هذا واحد. أيضا على المستوى الإعجازي كانوا يعدون بحوث على أيهم أسبق، الليل أم النهار، وما هي الآثار المترتبة. القرآن تحدث عن هذه النظرية أيضا قبل 1400 عام، وقال بسم الله الرحمن الرحيم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يعني من هو اللي قبل؟ النهار قبل. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كلمة في فلك يسبحون أيضا نظرية علمية. هل أن الفضاء الخارجي من أفلاك وأكوان يعيش النظام أم يعيش العشوائية؟ اكتشفوا من خلال القرآن أن القرآن يشير إلى نظامية الكائنات، وأن كل فلك يسير في نظام معين وكل في فلك يسبح البحر. حتى على مستوى البرمجة اللغوية العصبية الذي يعتبر من العلوم الحديثة، كثير من بحوث هذا العلم أصلها القرآن. كالإيحاء مثلا، شنو معنى الإيحاء؟ يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شلون الله يلقي في قلوبهم الرعب؟ يفتح قلوبهم ويبث فيهم الرعب؟ أم أنه إيحاء نفسي الذي يستعمله علماء النفس في علاج مرضاهم، ويستعمله علماء البرمجة أيضا؟ القرآن أشار إليه من قريب الزمان. حتى ما يدعي به توني بوزان من اختراعه إلى الخارطة الذهنية المايند مابينج كما يشار إليها في علم الحديث، أن هذه هناك عليها روايات بالتفصيل من رسول الله يعلم أصحابه كيف يخترطون خارطة الذهنية. طيب من وين جاء النبي صلى الله عليه وآله؟ من هواء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن قدرة وطاقة إعجازية لا يمكن أن تقف أمامها قوة بشرية على الإطلاق. وإلى يوم القيامة يستفيدون من القرآن استفادة ندية طرية جديدة. انظر إلى الاكتشافات الحديثة الله أشار لها في القرآن الكريم. مسألة الاستنساخ مثلا، مسألة الصلاة في الفضاء مثلا، كل هذه النظريات أساسا كانت من القرآن الكريم، أخذت وطورت لأنهم يعون ما يقول القرآن فأخذوها وطوروها. لكن احنا العرب ليس من شأننا التدبر ولا التفكر في القرآن. شوف اللي تدبر منه وتفكر كالشيخ نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية،
وصلت شهرته إلى جميع أنحاء العالم. أول عالم شيعي مسلم يخترع مرصادا فلكيا. شيخ نصير الدين الطوسي ونظرياته تدرس في الجامعات وهو عالم شيعي. طيب من وين جاب نظرياته؟ عند استدلالات من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة. فعالم الإعجاز في القرآن عالم عظيم. تجد حديثا ألفت كتب عديدة للإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز القرآني فيما تخفيه الأرحام. تعال شلون شوف القرآن يعالج لك نظرية طبية في الأجنة. هناك كتب ألفت الإعجاز القرآني في النبات. شلون النبات؟ الله جل وعلا أشار إلى أن النبات يعبده ويسبحه، وما من شيء إلا يسبح بحمده. يكتشف العلماء بأن النبات له إدراك، بأن النبات له حياة، كما يحيا الإنسان ويموت النبات يحيا ويموت. وهناك دلالات علمية أقيمت على النبات تشير إلى تسبيحه وعبادته لله وتأثره أيضا بما بالأحداث التي تمر حوله. نأتي إلى النوع الثالث أو الجهة الثالثة وهي الإعجاز القصص. من أروع الأساليب القرآنية أسلوب القصة في القرآن. أسلوب القصة، انظر لماذا استعمل الله الأسلوب القصص. ولو نطالع نجد أن أكثر نبي من الأنبياء ورد ذكره في قصص القرآن هو نبي الله موسى. الله جل وعلا ذكر للنبي موسى 19 قصة في القرآن. ليش الله سبحانه وتعالى يستعمل أسلوب القصص؟ قبل هذا نبين وين موارد الإعجاز. موارد الإعجاز أن هذا الأسلوب القصصي لم يكن محمودا في ذلك الزمن. إلى يومنا هذا يعتبر أسلوب القصة في القرآن من أروع الأساليب، وهو أسلوب إعجازي، أسلوب تحدي، لأن سوف يتضح إليك بعد قليل في النقطة الثانية ما هي الأبعاد التي تعرضت إليها القصة في القرآن الكريم. لكن هنا أنتقل إلى النقطة الثانية حتى نتعرف على الأسباب التي جعلت الله تعالى يستعمل أسلوب القصة في القرآن. أولاً أن القصص تداعب خيال الإنسان مهما كان عمره ومهما كان فكره ومهما كان استيعابه. يعني مثلاً لما تجيب قصة في القرآن الكريم الكل يستوعبها، الكل ينشل حولها، الصغير، الكبير، الطالب، المدرس، المهندس، الطبيب، كذا. ليش؟ البارحة كنت أتحدث عن قضية الخضر وموسى عليهما السلام، تمام؟ وقد قرأت في وجوهكم انشداد وتركيز غريب جدا في القصة. يعني القصة تركيزكم كان شديد جدا يختلف عن بقية البعض. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الأسلوب يحاكي أكبر قوة عند الإنسان وهي القوة الخيالية، قوة المصورة. يعني لما أطرح لك القصة فأنت تسمعها بثلاثية الأبعاد، من خلال السمع ومن خلال التصور، من خلال الكلام ومن خلال التصور. أنت تتصور تترسم أمامك القصة كأنك تشوفها. فهذا أسلوب يناسب الجميع، فالله سبحانه وتعالى استعمل هذا حتى اللي ما يفهم النظريات والقواعد والنظم يفهم القصة القرآنية فيصل له المطلوب. السبب الثاني، بما أن أسلوب القصة في القرآن سهل ممتنع منعي، ضمن الله تبارك وتعالى فيه مطالب علمية. لاحظ القصة اللي قلناها البارحة قضية الخضر وموسى، ما كنا متصورين أن يوما من الأيام نشعر برابط بينها وبين قضية الغيب.
ما كنا نتأمل، لكن لما نتعمق نشعر في روايات أهل البيت أيضا أن القصة في القرآن ما جاءت إلا لتعطينا دروسا واحدة. ورأي لأحد العلماء ما من قصة في القرآن إلا وهي دليل على كمال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صل وسلم على محمد وآل محمد. إذن الأبعاد التي تعرض إليها القرآن في قصص البعد الأول البعد العقائدي. لاحظ أن أكو قصص مثل قصة النبي إبراهيم مع الكافر، هذاك يقول له هل إلهكم يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، قتل واحد وأطلق سراح الثاني. قال النبي إبراهيم إن ربنا يأتي بالشمس من المشرق فهل تستطيع أن تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذه القصص لا تعتبرها يعني الله أوردها هكذا تزافر، تعلمك حقيقة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أولا قادر على كل شيء، إحياء الموتى أم إعادتهم أم خلقهم، صيام عند الله جل وعلا. أيضا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعرضت أيضا القصة في قضية عزير اللي قال عنه القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها. هذا مر على القرية وشافها ما بها أحد خاوي على عروشها، قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. الله قال له أنا أوريك شنو معنى القدرة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأعطاه على متين، أجلت من الله حماره وطعامه لم يتسنح لم يتغير. فهذه القصص تعلمنا أشياء كثيرة، منها نستدل على أيضا شنو شرعية الرجعة وأنها لا تعتبر كفرا. أيضا قصة نبي الله حزقيل الذي مر على أناس أماتهم الله اللي تقول الآية فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. هذه القضية أيضا تعطيك قدرة على الاستدلال على شرعية الرجعة، فما قصة بالقرآن إلا وهي لها مغزى. إذن هذا جانب عقدي، جانب عقائدي. جانب آخر أكو جانب تربوي، مثل ولا تصعد خدك الناس ولا تمشي في الأرض ما أحاط. يحكي لك علاقة الأب بولده وما يجب على الأب أن يصنع تجاه ولده. يعلمنا شلون كان لقمان الحكيم يخاطب ولده ناتان، شلون يتعامل وياه، شلون يربيه، ومن خلال زرع القيم في القصص القرآني. إذن هذا مثال وأمثلة ما شاء الله كثيرة، كأدب التعامل مع الله جل وعلا أمثلة لا عد لها ولا حصر. أيضا من الأمثلة أو من الأبعاد التي تعرض إليها القصص القرآني هو البعد الرسالي. شلون البعد الرسالي؟ يعني بيّن الله في قصة النبي نوح وفي إبراهيم وفي إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأنت تلاحظ ذكر الأنبياء متكرر في القرآن. ليش؟ حتى يستفيد الناس من القصة وحدة الأسلوب القرآني الذي وحدة الأسلوب النبوي الذي جاء به الأنبياء بأسلوب واحد ما يتغير. اللهم أن الوضع اللي جاء به نوح يختلف عن إبراهيم، إبراهيم يختلف عن موسى، موسى يختلف عن عيسى وهكذا، وإلا الأدوات واحدة، الهدف واحد والغاية واحدة وهي هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا أقل ولا أكثر، وهذا أمل الأنبياء والأوصياء. إذن من خلال ما تقدم كم اكتشفنا بأن كتاب الله، بأن قرآننا عظيم بما في الكلمة من معنى،
ألا يعتبر هذا القصص القرآني دافعا لنا إلى أن ننشئ علاقة من اليوم مع القرآن ونعيد تأملاتنا في قصصه؟ هذه دعوة إلى التأمل في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تفسر حديث ابن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، يخدم القرآن في ليلة واحدة. لا تتعجب إذا تقول لي أن ختمه للقرآن يقرأ 3 مرات الإخلاص لأنها تعادل ثلث القرآن. أقول إليك هذا تفكير ساذج. ليش؟ لأن الحسين ما قالها وهو هازم، لا، قالها وهو في مقام البيان، قالها وهو في وضع لا يحتمل أن يعبر عن المعاني المجازية، قالها وهو منكسر القلب يبكي على شيخ الأنصار. حبيب رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. وانظر إذا أحب الله عبدا بارك له في عمره، يطوي لك الزمان، يمد لك الزمان، ويطوي لك الأرض، كما حدث للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.